وأكلة الملوخية أكلة ما يختلفش عليها اتنين، احنا مشهورين بها المصريين، وبعض المطاعم دلوقتي بسم الله ما شاء الله بيقدموها شو وحاجة بتبقى لطيفة وجميلة، وأنا أعرف في ناس بتروح مخصوص بعض المطاعم تاكل عشان الملوخية بتتقدم بالشو الحلو. أنا عايزك تعملها في البيت لجوزك، إيه المشكلة؟ بتجيبي حلتين صغيرين أو طاستين صغيرين وبتعملي الطشة بالسمنة بالزيت زي ما أنت حابة مع التومة مع الكزبرة، ولكن نصيحتي ليك لما تيجي تعملي الطشة بتاعة الملوخية لازم تكون الكزبرة مطحونة فوري، يعني ما تكونش مطحونة بقالها كتير عشان الزيوت الطيارة اللي موجودة في الكزبرة الناشفة مهمة جدا. هتقولي لي بقى طشة الملوخية تتعمل بالكمون، هي الكزبرة الناشفة حبيبة الملوخية ويعني ما تستغناش عنها، خلي بالكم. طب تعالوا مع بعض نشوف مقادير الملوخية الناشفة على طريقة الشيف المغازي، وانا بعملها وانا مخضوض ما زلت، لان في الريف المصري والصعيد المصري امهاتنا بيعملوها احسن مني مليون مره، ولكن للمبتدئين في المطبخ نعلمكم ازاي تعملوا الملوخيه الناشفه عشان لما تيجي حماتك تبقى انت اتعلمتها منها. معانا ملوخيه متكرمه جاهزه مفرومه في الكبه، وبعد كده نخلناها بمرخل ناعم، شيلنا العيدان الرفيعه، وموجوده باللطافه وبالشكل الجميل الحلو اللي حضراتكم شايفينه ده، وفي ستات طيبه بتبيعها مع جبنه قديمه على بعض الاماكن، يعني ممكن تشتريها وتجيبيها معانا. طبعا انا عايز المفروض تعمليها بطماطم مبشوره، انا هغير الفكر واعملها بمعلقه فلفله حلوه، حلو الكلام، اللي هي الهريسه الحمراء، ومعانا التوم والبصل اختياري وسمنه بلدي والبهارات بتاعتنا شويه ملح وشويه فلفل، وما تنسيش الكزبره الناشفه. طبعا الكزبره الناشفه والخضره الاثنين اساسي في الملوخيه، الخضره اختياري اما الناشفه اجباري وتحتها خط. تعالوا نعملها مع بعض. طبعا يفضل عندك شوربه بط، ما اقولكيش بقى، لو عندك شوربه بط العمل الملوخيه هتبقى احلى من اي حاجه في الدنيا. عندك شوربه فراخ ماشي مش هتقول لا، شوربة لحمة مش هتقول لا، ولكن تتعمل ازاي يا شيف مغازي؟ هو ده الكلام. طاسة او حل على النار، الكمية اللي احنا هنعملها حسب عدد افراد الاسرة، بناخد معلقة سمنة حلوة، حلو الكلام، ومعانا بصلاية ناعمة وفص توم ناعم. احنا هنخدم على الشوربة بتاعتنا شوية، حلو الكلام، او معلقة سمنة حلوة كده. طبعا عدل الشوربة دي يا عم الشيف او عدل الملوخية الناشفة شويه رز ابيض مصري، رز معلقتين زيت حلوين كده، ورقتين لورو، ده العدل ايه بتاعها، بصلايه ناعمه صغيره كده ما تبانش بالشكل ده كده، ونحمرها. اللهم صل على النبي. وانت بتحمري البصله حطي شويه ملح عشان تتحمر بسرعه والدخان بتاع البصلايه ما يوجعش عينك في المطبخ، ده مطلوب. شفتي اهو، خلي بالك انا بعمل اكله دلوقتي حضراتكم شطار فيها، ويمكن انتوا دلوقتي لو بتتابعوا شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه بتقول شيف مغازي انت جاي تعلمنا ملوخيه ناشفه، ده الكلام يا راجل، صدقوني بجد لغايه دلوقتي بتسقط منك، لان تغطي الملوخيه تغطي الحله ولا ما تغطيهاش لما تيجي تعملي الملوخيه ده مطلوب نعرف، نغطيها ولا ما نغطيهاش مش هجاوب دلوقتي، خلي بالك انتوا بقى جاوبوا وقولوا لي واتصلوا دلوقتي، الملوخيه لما نيجي نعملها نغطيها ولا ما نغطيهاش؟ عملناها وسبناها على جنب، نغطيها ولا ما نغطاش؟ اللي يعرف يتصل دلوقتي ويقول لي. بصلايه ناعمه اهي تاخد لون كده، ما استناش عليها لما تتحرق، بصلتك اتحرقت بقول لك شيلت المسؤوله بقى، شفت البصلايه كده رايحه جايه اهي في قلب الايه الحله. بناخد فص توم حلو، ده غير التوم الطش ونقلب كده. انا بقى هخترع شويه شوربه على مزاجي، انا ما عنديش بط سلقه، انا عندي شوربه لحمه جنب اهي، كنا عاملين امبارح كبسه، كنا عاملين صينيه بطاطس باللحمه، وعندي شويه شوربه في التلاجة طلعتهم غليتهم على النار بيغلوا جنبي كده زي الفل. ادي البصلايه الناعمه والتومه الناعمه، معلقه فلفله حلوه مش بطماطم مبشوره، ده الجديد ده الجديد هي دي وبس وقلبها. الله، شوف الريحه الحلوه بقى، شوف الجمال بقى، جربيها كده بالفلفله الحلوه اللي هي الهريسه. الله يا ويلي على الريحه الحلوه دي، هو ده الله. لا تقولي لي بقى شوربه بط ولا شوربه وز، حلو قوي. ناخد يا عم الشيف الشوربه اللي عندي دي اللهم صل على النبي اختراع، اللهم صل على النبي انا بعتذر لاخواننا اللي في الاستوديو بصراحه من الريحه القويه دي اختراع شويه شوربه من الهواء هسيبهم بقى يغلوا على النار كده على مكرم الملوخيه بتاعتي،
اللي حماتي جايه تزورني اخر الاسبوع، خلي بالك ما تستهونيش بالحاجه اللي بتجيبها الست الطيبه وهي جايه تزورك، شويه سمنه بلدي، شويه انت مش هتعرفي تعملهم في البيت. تعالي كده جففي الملوخيه الخضراء دي كده، هتجيبي بقى ايه، شاشه بيضة ولا مثلا ورقه زبده وتحطيهم او صينيه وتنشفيها في الشمس، وبعد ما تنشفيها تطحنيها بايدك وبتلاقي فيها عروق رفيعه. انما التخزين بتاع الريف المصري والصعيد المصري يا اخواننا ده، دي حاجه خير موجود الحمد لله. واحلى هديه فطير مشلتت، جبنه قديمه، شويه عسل اسود، شويه فطير مشلتت، شويه ملوخيه ناشفه، شويه كشك جايين من البلد، هو ده الجو. يعني انا ليا اختي في البلد مثلا في كفر الشيخ، كل ما تجيلي تجيب لي الجبنه القديمه، الجبنه القريش، ده موضوع تاني لها طعم تاني، وتجيب لي الملوخيه الناشفه، الفطير مشلتت، السمنه بتاعته حكايه، لو انا قعدت اعمل السنين كلها فطير مشلتت مش هعرف اعمله طبعا زيها، وهكذا. شفت الشوربه دول؟ الله، بص الشوربه، بص الحلاوه، شفت اللون الحلو ده كده؟ دي مش طماطم مبشوره خالص، دي معلقه فلفله حلوه اللي هي الهريسه الحمراء، تتباع، تعملها انت في البيت مفيش مشكله. اعملها ازاي يا مغازي؟ بجيب الفلفل الاحمر، اشيل البذر منه واقطعه ويبسه، يعني ايه يبسه؟ اسيبه ينشف يبقى ناشف كده، وبعدين اطحنه في الكبه واحط عليه زيت زيتون واحطه ببرطمان واحطه في الثلاجه. تشوي لحمه تحط معلقه، تعملي ملوخيه ناشفه تاخدي منه معلقه، بتتبلي تتبيله فراخ مشويه تاخدي منه معلقه، تعملي شاورما تاخدي. هو عندك في البيت بيوفر عليك حاجات كتيره. كده انا حضرت الايه يا عم الشيف؟ شويه الشوربه الحلوين، اللهم صل على النبي. ده عده كزبره، عايز تعرف ده ايه؟ هشيله خالص عشان ده ايه خيلنا في الحله. الشوربه دي لازم تكون شوربه رايقه وفايقه. شفت الشوربه؟ هغطيها، لا هغطي الشوربه مش هغطي الملوخيه. خلي بالك، هغطيها كده واسيبها. حلو قوي. نيجي بقى للايه، للملوخيه الناشفه بتاعتنا الجميله الحلوه دي كده. المبتدئين في المطبخ، العروسه الجديده اللي لسه الف باء مطبخ، اللي لسه مبتدئه، اللي عايزه تثبت وجودها في مطبخ الزوج والعائله الكريمه، اللي هي تعتبر خلاص اضافوها للعائله الكريمه، وعايزه تعمل شويه ملوخيه ناشفين، وتبقى خايفه لا هي تفرط منها تقطع منها ما تبقاش لطيفه. الجو ده مطلوب على فكره، لازم تكرميها، مهم جدا، وتبقى كلها ناعمه بالشكل ده كده. اساتذه المصورين حبايبي، شفت الملوخيه؟ خلي بالك تجيبي منخل، الملوخيه انا مش عايز بس اطلع اهو، دي الملوخيه، شايف والله ريحتها، ريحه الريف المصري والصعيد المصري ما بين اصابع ايدي والله العظيم. شفت الملوخيه؟ الله، احنا انا مش دافع فيها فلوس والله، دي جايه لي هديه، جايبها معايا الصبح وانا جاي، اكدب يعني واقول شاريها خالص؟ احنا جايبين الملوخيه الخضراء. طب انا عايز اجففها يا مغازي، زي ما احنا جايبين دي كده بنورقها وتنشفيها من الميه كويس، وتجيبي طبعا دي فيها عروق، وتنشفيها على صاج او على، شفت؟ عشان عايز بس اوريكي القيمه المعنويه والهديه اللي جايه لك من البلد، ما تستهونيش بيها وتقولي ده جايبه لي ملوخيه، لا طب انت لو انت شاطره اعمليها وهادي بيها الناس، ده موضوع صعب على فكره. هتاخديها تنشفيها، وبعد ما تنشفيها كويس وتنقي الورقه المخرمه بلاشها، والورقه العريضه حطيها، موضوع كبير يا اخوانا والله. وبعدين تتيبس، وبعدين نفركها بايدينا ونشيل العروق منها ونعبيها ببرطمان. وعلى فكره الملوخيه ممكن لو قعدت في مكان فيه رطوبه تسوس وتكلكع منك. مثلا انت دلوقتي بتشتغلي وحطيت المعلقه فيها شوربه في قلب الملوخيه وانت بتحطي، وشلت الشويه اللي باقيين، انت كده ارتكبت جريمه. ليه؟ مكانك ما حطيت المعلقه اللي قلبت بيها، سبت كلاكيع صغيره، خزنت الملوخيه، بقى تيجي تشتغلي منها بعد كده هتلاقيها معفنه وشكلها مش حلو. اللي بقوله ده يا اخوانا بيحصل في كل بيت، غصب عنك، انت مش قصدك انك خدت المعلقه قلبت بيها وبعد اشتغلت بيها. نيجي نشوف الملوخيه اخبار، هو ده، بص على الحلاوه هنا، ايه الجمال ده؟ بس خلاص كده نص الطريق اللي هي الشوربه والملوخيه، عايزين نعمل الطشه. حاضر عينيا، تعالوا مع بعض نشوف ازاي نعمل مع بعض طشه الملوخيه. دي مهمه جدا على فكره يا اخوانا، وطشه الملوخيه بتبين شخصيه ست البيت والام في طبق الملوخيه اللي بتعمله، هل الملوخيه ناجحه معاه ولا مش ناجحه معاه. ادي طاسه على النار تسخن كويس، بنحط في الطاسه دي معلقه سمنه حلوه، اللهم صل على النبي اهو، وحط سمنه بقلب جامد لانك انت ايه الشوربه هنا بتدعميها بالقيمه الغذائيه اهو. عينيه اهو، يشيل دي من هنا خالص، حلو
احنا عندنا على فكره شويه رز بلبن النهارده، عايزين نعملهم برده بمزاج، لان الرز بلبن ده لغايه دلوقتي ما بيظبطش معانا. نطلعه من الثلاجه نلاقيه ناشف وقاسي، نطلعه من الثلاجه نلاقيه لسه ميه، والحاجات دي كلها على فكره. ادي السمنه على النار، اعلمك ازاي تعملي شويه طشه للملوخيه، وتقدري تعمليها في البيت. والشو اللي بنشوفه بعض المطاعم ده نلاقيه تقدري تعمليه في البيت. ادي الملوخيه بتاعتنا اهي، شوربه رايقه وزي الفل. الله، ظبط الملح، نظبط الملح، شويه فلفل اسود، نظبط الفلفل الاسود. طبعا لو انت مبهره الشوربه اعملي كنترول عليها. شويه الملح، تمام. الله على الريحه الحلوه. المعلقه الفليفله الحلوه قلبت كيان الشوربه. خلي بالك ما تخطئيش بقى وتعملي زي ما انا كنت بتعلم في المطبخ، واحط بالمعلقه دي، خلي بالك، لان احنا مش ممكن ناخد الكميه دي كلها. خلي بالك تعملي ايه بايدك. ينزل كده. الله، ده للمبتدئين في المطبخ، انا اسف. الامهات اللي بيشوفوني دلوقتي احسن مني مليون مره. واقلب واحده واحده كده، علشان الملوخيه دي خلي بالك بتتخن لوحدها كده ناشفه، فهي تلاقي ايه تخنت معاك. هنشوفها دلوقتي وتلاقي فيها العرق الخضار والجمال وزي الفل. العرق اللي هو ايه مش قطع منك. نقلبها كويس، لان ممكن تكلكع منك. في مفرك للملوخيه في الصعيد الجميل وفي اسوان، الناس الطيبه بتهتم بالتفاصيل الصغيره دي، تفاصيل صغيره ولكن المعنى كبير والطعم جديد. حلو الكلام. هتحتاج شويه كمان، نحتاج شويه. وخلي بالك دي تاخد غلوه والتانية وترفعها من النار. ما تقعدش تغلي كتير يعني، بس الملوخيه الناشفه لو غليت كتير ما بيحصلهاش حاجه. الملوخيه الخضراء خلي بالك هي غلوه والتانيه. نقلب كده. زي الفل. عايز تشوف القوام بتاعها بقى لما تعملها، على فكره هتستغنى عن الملوخيه، عينيا هتستغنى عن الملوخيه الناشفه، الملوخيه الخضراء. بس خلونا الاول ايه كده على السريع. الله، هو ده. اوريك القوام، عينيا. حاضر، انت عايز تاكل ملوخيه، اوريك احلى قوام للملوخيه دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي المغرفه زي الفل، ناخدها كده. بص على القوام. الله. بص، قطعت لا خالص. طب تعرف ان هي قطعت ازاي؟ لما تنزل مخرزه منك. هي غلوه والتانيه وتشيليها. لسه لما نعمل لها الطشه دلوقتي حكايه. كمان واحدة اهو. هروح فين بعد كده؟ اهو كريت بوي اهو زي الفل. لسه تقطع مين يا غالي؟ احنا بنهزر ولا ايه؟ امهاتنا اللي بيشوفوا دلوقتي تاج راسي، خلي بالكم انتوا اشطر مني في عمايلها. اذا انا بخطا بعض الاخطاء الصغيرة سامحوني، مفيش راجل في الدنيا هيعمل شوية ملوخية زي اللي بيعملهم امهاتنا. عشان نتكلم الحقيقة، الملوخيه كده جاهزه اهي. بص وهي بتغلي اهي 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 اهي، قلبه ونشيلها على جنب. تعالوا نعمل الطشه مع بعض. نعمل الطشه دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ نشهق دلوقتي ولا بعد الفاصل؟ حابين ايه؟ نعمل الطش. طيب ادي السمنه على النار، حلو قوي. خلي بالك طالما هشتغل في الطشه مش هينفع ان انا اطلع الفاصل غير لما احطها على الملوخيه ونشهق مع بعض. وبعتذر كمان مره للاخواننا في الاستوديو. ادي التوم، حلو قوي، كمان شويه توم. الله الله، احنا بندعم الملوخيه هنا بالثوم، بينزل الكوليسترول في الايه في الدم، خلي بالك. عشان كده الملوخيه قيمتها الغذائيه عاليه جدا ومحتوياتها مهمه جدا. دي سنه بابريكا حلوه كده. الله 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 على الريحه. اوعي التومه بتاعه الملوخيه تغمق منك، ازعل، خلي بالك. دي عايزه شويه سمنه كمان. حطي سمنه، انت خسرانه حاجه ما هي جايه لك هديه. وادي الكزبره الناشفه مطحونه اهي، حط كزبره زي ما انت عايزه بقلب جامد. اصبري عليها كده تتعرف على التومه وتاخد لون. والتومه لازم تكون ناعمه، خلي بالك التومه لازم تكون ناعمه زي دي كده اهي. الله على الريحه. حلو قوي. كمان شويه، كمان شويه. شفت الرغوه دي؟ شفت ريحه الكزبره مع التومه؟ حكايه. جاهز للشقه؟ انا غير مسؤول. عايز اعيش بلدي دي، وعايز شويه رز مصري دلوقتي. حكايه، انا من شهواتي الاكله دي من ان انا احط الملوخيه على الرز
واقعد اقلب بالمعلقه كده لغايه لما اقلبهم على بعض واكل بالف انا وشيف. اهو زي ما هي كده يا عم الشيف، زي ما هي كده. اهو ناخد الملوخيه. اهو يلا بص على الحلاوه، مستعد جاهز؟ بالله عليك بالله عليك، هو ده يا ويلي يا ويلي زلزال. احلى بقى حاجه الشويه دول كده، اهو كده كده بالراحه. اه هو ده كمان كمان الله. اه بص بص بقى بص 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 هو ده. يلا ناخد بعدين نطلع فاصل على الشهه ديت، خلي بالكم وقفت لي قلبي. اه طبعا هوني بعد الفاصل نشوف الملوخيه اهي، ننزل بيها كده في قلب الكسرولة. يا ويلي يا ويلي، قطعت لا فرطت لا، ايه الجمال ده اهي. وعلى عينك يا تاجر، هو ده. ممكن تعملي حاجه لطيفه بقى ونعملها لكم ان شاء الله في الحلقه، يعني حلقه ثانيه جاي علينا شهر الكريم شهر رمضان. السفره لا تخلو من الملوخيه في الايام الاولى من الشهر الكريم، دايما بتلاقي الملوخيه بالطشه بتاعتها. هنعملها لحضراتكم كده زي ما بتشوفوها في المطاعم، يبقوا طاستين زي بعض زي دول كده مثلا، يعني معايا الحمد لله زي الفل. اه بتعملي الطشه هنا مثلا، طشه هنا والملوخيه هنا، وتيجي عامله الحركه دي، وتيجي بقى قدام جوزك كده، وتيجي رايحه على الكرافات بتاعه والبدله، يعني تشهقيه قبل، يعني قومي من على السفره، خد دي ازاي بقى، ويعملي مداعبه كده وانت ايه في البيت، ايه المشكله؟ دول بثلاثه تعريف، وما يروحش مطعم ياكلها، ايه المشكله؟ واخوانا اصحاب المطاعم ما يزعلوش مني، في البيت وارد تعملي الجو ده، طاستين قد بعض بثلاثه تعريف، وهتعملي الجو ده في البيت لضيوفك وحبايبك. السفره بتاعتي دي يا اخوانا عايزه شويه رز مصري، نعملهم ازاي؟ لغايه دلوقتي بتكون عامله سفره كبيره حلوه قوي والرز ما يظبطش معاك، ازاي ما اعرفش، يا عجن يبقى حبه وحبه، الحاجات اللي بنشوفها دي وتزعل الواحد على فكره. هل هو تقصير مننا؟ لا، هي بس يكون عندنا بيفوتنا بعض شويه الحاجات. انا هعمل شويه رز دلوقتي كده زي الفل مع بعض. طاسه على النار، بحط في الطاسه دي برده معلقه سمنه. عندك شوربه فراخ شوربه لحمه ممكن تعمليها، بس انا بحب الرز بتاع الملوخيه معمول بميه عاديه مش بشوربه، بحب رز كده صافي. ادي معلقه سمنه حلوه زي الفل، وامسك شويه الرز دول افلفلهم في السمنه. حلو الكلام؟ اه موضوع بسيط، اعمل شويه رز بمزاج. اه طاسه زي دي كده. اه وعندي بقى جديد القرن الفلفل ده كده، ايه شيف اللي بتعمله ده؟ اصبر على رزقك يا راجل يا طيب. آه. هو ده، وانزل بالرز ده كده، ده الجديد. اه بس كفايه حلوه، ونقلب الرز ده يا عم الشيف في السمنه مع شويه الملح. اه ده الجديد، رز بقى للملوخيه، شويه الملوخيه حلوين وسفره لطيفه وجميله. العناصر الغذائيه كلها موجوده، حديد وزنك موجود، فيتامين سي موجود. حلو، كربوهيدرات موجوده في الرز، نشويات موجوده في الرز. انا بس بتكلم وبتطرق لموضوع العناصر الغذائيه اللي في السفره اللي انت عاملاها، مش بعمل اكل وخلاص. ممكن تبقى عامله خروف ومضره على السفره، ممكن تبقى عامله ديك رومي ومضره على السفره، بس السفره بتاعتنا دي جميله فيها كل حاجه، فيها بروتين. اه لحمه البط، سوري شوربه البط اللي انا عامل بيها، شوربه الفراخ اللي انا عامل بيها، شوربه اللحمه اللي انا عامل بيها. اه حلو الكلام. اه زي الفل. اه قرن الفلفل ده لازمته ايه يا شيف بس الله يسامحك؟ انا عايز شويه الرز يبقى لهم طعم، يبقى لهم ايه طعم، مش هقطعه انا خليه زي ما هو، لان يعني الفلفل ده لما يستوي في قلب الرز مع الاكل اللي انا عامله النهارده كده هيفتح شهيه جوزك ويخلص كل الملوخيه اللي قدامه. انا شخصيا كده كده اي ملوخيه بتتحط لي في الطبسيه او في البوله اللي تبع السفره بشربها كلها قبل ما بقول بسم الله على الاكل. هو كده دي بدايه شوربه. ميزه الملوخيه على السفره بتلعب دورين، دور ان هي نوع خضار، وخضار مش اي خضار، يعني عناصر غذائيه كتير زي ما قلت لحضراتكم واتكلمنا في البدايه، زائد ان هي بتلعب دور شوربه. حلو، شويه الملح هنا. الله. اه الفلفل الاسود انا هحطه على الرز بعد ما نغرفه. اه يا سلام لما تغرفي شويه رز كده وترش عليهم رشه فلفل اسود كده وانت بتقدميه كده، الرز جاهز. ننزل بالماء المغلي، ماء مغلي ما يكونش ميه عاديه. اه الله 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 الله، بس خلاص خلص الرز. من الاخطاء الشائعه واحنا بنعمل رز حطينا ميه مغليه، نيجي موطين النار على الرز ونقول الشيف المغازي قال لك اطلع على الرز لما يستوي. لا
انا قاصد لما نتقل على الرز لما يغلي قدام عينك بس، لا تيبي بكبك تهدي النار، ما بكبكش ما توطيش النار. اه خلي بالك. اه لسه المبتدئين في المطبخ لغايه دلوقتي ما بيقدروش يظبطوا الرز الملوخيه، رز الباميه، شويه رز كده بس ساده. ممكن تكون شاطر قوي في حاجات كتيره، احلى حد يعمل بكاتا، احلى حد يعمل مكرونه بالوايت صوص، اجدع حد يعمل حمام محشي، بس شوط الرز الابيض ما يظبطوش معانا، بنستهزأ بيهم، بالعكس بان هم مهمين جدا على السفره. تعالوا مع بعض، عندي شغل كتير والله النهارده، بتستهونوا بس يعني ملوخيه ناشفه وبتنجان لا لا الموضوع كبير، موضوع انا لو فتحت فيه محتاج لقعده وكلام وحوار ونتكلم عن كل حاجه بنعملها. تعالوا نغرف الرز بتاعنا اللي عملناه ده. البتنجان ده استاذه انا حابه تقول 7 دقايق، خلي بالك بصيت لي البتنجان كنت اعيط. اهو تعالوا مع بعض نغرف الرز بلبن. اهو احنا مع بعض يعني، ما عملناهوش النهارده نعمله بكره، احنا ورانا حاجه. اهو حلو شويه الرز المصري الحلوين دول. بسم الله الرحمن الرحيم. الله، لا القرن الفلفل ده انت هتسيبي كل حاجه بعون الله وتاكلي، تركزي مع القرن الفلفل وفكره المغازي في قلب الرز. اهو الله، الشماخة بتاعة القرن الفلفل الحار حكاية، ودت الرز في حتة تانية. اه هو ده، الله شفتي نازل ازاي؟ اه نازل يتناغم. اه شفتي؟ اه فين النشويات؟ فين الكربوهيدرات؟ تفاصيل صغيرة ولكن معنى كبير وطعم جديد. وخلي القرن الفلفل كده في قلب الرز، يعني ايه حاجة حلوة كده لما نقعد ناكل. ايه اللي انت عاملاه ده يا مدام؟ جرب يا راجل يا طيب. انا شفت الشيف المغازي النهارده على القناه الاولى حط قرن فلفل حار في قلب الرز، احنا نحطه في قلب الباميه، نحطه في قلب اللحمه وهي بتتسلق، انما في قلب الرز دي حاجه جديده. اول حاجه بيدي طعم للرز مميز، خاصه مع اكله زي اللي انا عاملها دلوقتي الملوخيه. رقم اتنين وده الاهم، برزنتيشن عالي قوي، شكل يعني منظر قبها. اه فينه فينه؟ اه اطلع بيه يا غالي، تعالى يا طيب. هو ده كان رز معمر. ها اه عجبك؟ هو ده هو ده هو ده هو ده. والله العظيم لو جوزك قاعد على الاكل دلوقتي هيقول بسم الله ويجي واخد قطمه من هنا، بس تروح تجيب حاجه من المطبخ مش هتلاقي لا الملوخيه ولا الرز، فتح نفسه. اه حلو الكلام. طيب نعمل ايه تاني؟